وضعوا سؤال قبل 150 سنة، كيف نقضي على الإسلام؟ أول شيء ألغوا الخلافة وسموه استعمار، وأتوا بالقوميات وفصلوا الدين عن الدولة، وأصبح من يدرس لا يمكن واحد يكون في وظيفة مرموقة إلا إذا ذهب إليهم وسممت أفكاره. ولكن الله تعالى غالب على أمره، أبناء المسلمين الذين ذهبوا لهم ودرسوا رجعوا عندهم علم دنيوي وعندهم فهم للدين بمخالطتهم للكفار. عمر يقول لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية، وأصبحت هذه الصحوة هي التي تعم الإسلام من أبناء المسلمين الذين ذهبوا إلى الغرب والشرق ودرسوا ورجعوا لبلاد الإسلام، ففهموا طهارة الإسلام وحسنه وفهموا نجاسة الكفر وخساسته، فرجعوا عندهم علم دنيوي وعندهم حصانة من المعاصي ومن التوافه، وأصبحت هذه الصحوة تعم العالم. ولذلك هم يقولون أبناؤنا يدخلون الإسلام لكن نحن نؤخر، الإسلام يأتي بعد 50 سنة، لا خليه يأتي بعد 90 سنة، لكن هو قادم الإسلام. أيوة، فلازم ننتبه.